صباح الورد عليكم مشاهدينا مرة تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل. والنهاردة هنتكلم عن رياضة الجمباز، هنتكلم عن السن المناسب لممارسة الرياضة، رياضة الجمباز وعدد ساعات التدريب، وكمان هنتكلم عن الدور اللي بيلعبه الاتحاد المصري للجمباز في البطولات. تفاصيل كتيرة هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا النهاردة، المهندس وائل السرنجاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير، منورنا حضرتك النهاردة. وشكرا. في البداية عايزين نتكلم عن رياضة الجمباز والسن المناسب لممارسة الجمباز. الأول أحب أوضح أن في رياضة الجمباز من الرياضات اللي للأطفال مش بس لازم يلعبوها بدري علشان خاطر يبقوا أقوياء في اللعبة، لكن هي بنسميها من الرياضات التأهيلية لجميع الألعاب، لأن هي بتدي مرونة وقوة في وقت الجسم لسه بيكون فيه عنده القدرة يعني على التطور من غير ما يحقق له أضرار كبيرة في السن الصغير تخليه يكمل. فأي لعيب عايز يلعب أي لعبة لازم الأول يعدي عليها، والسباحة برضو، بس يعني جمباز أساسا هو الألعاب، يعني لعبة مش بس اللي بيلعبها لازم يكون عايز يلعبها عشان يلعبها، يعني بيلعبها علشان خاطر بتأهله، وبالتالي هو أول الألعاب اللي الولد أو البنت لازم يلعبوها، يعني ضرورية لأي رياضة. مثلا بنبتدي من سن علشان يبتدي يفهم التعليمات من 3.5 4 4، حلو. يعني لكن ما بعد كده بتبقى الموضوع أصعب. اللي بيكمل في اللعبة لغاية، احنا بنفضل نلعب في مهرجانات ومديش ميداليات بالمفهوم ميداليات، بندي مراكز، ودي كانت من سياسة الاتحاد علشان تنشر اللعبة، لغاية سن 10 سنين. بعد 10 سنين بنبتدي نقيم اللعيب كلعيب جمباز حقيقي، مش بعد كده انه قبل كده ما اتعلمش حاجة، بس ما بنحاولش نزهقه من اللعب. وده خلى اللعبة تنتشر بشكل كبير. تغيير سياسة تحت 10 سنين دي خلت مثلا ان احنا كان في 2017 اول ما الاتحاد مسك كنا 7000 لعيب في مصر، النهارده 50000، لان ما بنحطش لعيب تحت ستريس. الجمباز لعبة صعبة، ولما تركزي فيها في قطاع البطولة، لكن في الأطفال بتبقى لعبة جميلة، ولأن هو بيحس الولد أو البنت إنه بيعمل حاجة أقرانه ما بيعملوهاش، وبيلعب ضد الجاذبية، يعني بيبقى حركات أكروبات، مش بتبقى حاجة جميلة بالنسبة له. صحيح. طيب أنا عايزة أسأل سؤال. ساعات طبعا في أجسامنا بتبقى وراثية، وبيبقى في يعني بناخد شكل الوراثة أو كده، هل الجمباز لو اتلعب زي ما حضرتك قلت ذكرت من 4 سنين ممكن يعدل الشيب بتاع الطفل يخليه رشيق؟ هيعدل، ممكن يعدل عيوب خلقية، قصدك مش خلقية بس يعمل رشاقة، يعني الجسم يطلع رشيق، بيعمل زي بنية كده، يعمل مرونة. يعمل مرونة. الرشاقة دي بتيجي من اللايف ستايل اي حد، يعني ملهاش علاقة بقى بجمباز أو غير جمباز، يعني لعيب جمباز وهياكل أو لعيبة جمباز وهتاكل مش هتبقى رشيق. حتى لو كانت في بتلعب في المستوى الأول. القضية إن اللعيب أو الجمباز بيدي مرونة للأربطة والعضلات، وبيدي طبعًا قوة للعضلة. عظيم. طيب ساعات التدريب بقى بتكون قد إيه؟ لما بنتكلم في الساعات تحت 10 سنين طبعا، يعني ما بيبقاش يعني بتكون لسه، يعني بنتكلم مثلا في اليوم من 2 لـ3 5 أيام ده، ويبتدي الحمل ده يزيد كل ما يقرب للعشرة، لغاية ما نوصل مثلا لأن في اليوم يتمرن مثلا يعني 4 ساعات او كده، يعني لكن في الاول ممكن في لمده 3 ايام مثلا ساعتين او ما ينفعش تبقي، يعني لازم، يعني هو بيبتدي 4 سنين وعشر سنين احنا قلنا ان هو ده خط احمر في اللعبه، فبالتالي الـ6 سنين دول بيحصل تدرج على حسب، لان ممكن يجي في النص والولد ما يزهق او البنت تزهق، ما تقدرش تكمل، فما ينفعش تبتدي معاه على طول، لان الصعوبات، هي اللعبه دي فيها صعوبات، يعني عليها تدريجياً. ارقام، عليها ارقام علشان يحس ان هو
نقدر نقيم، حتى لو بنقيم عن طريق مهرجانات او عن طريق المراكز مش عن طريق الميداليات، لكن في الاخر هي ارقام، فالصعوبات دي بتزيد مع السن واحده واحده، فعلى حسب هو تقبله بيكمل، واللي ما بيكملش بيطلع، واللي بيكمل بيزود عدد وحدات تدريبيه. بس هو كبدايه حاجه كويسه جدا لكل يعني اطفال سواء بنات او اولاد كبدايه رياضه، يعني مش كويسه ضروريه حقيقي. طيب هل بتتطلب نظام غذائي معين حتى لو كانوا أطفال؟ برضو لو هو حب اللعبة وقرر ان هو يبقى فيها حاجة كويسة، وده بتبان واللعيب صغير، يعني في لعيبة بتستثقل اللعبة او أطفال احنا بنتكلم على الأطفال هنا ما بنتكلمش على اللعيبة، بتستثقل اللعبة في الأول، فبالتالي بتبقى فكرة انه يكمل فيها ويلتزم بجميع تعليماتها من نوم او اكل او نمط حياة، يعني لان هي نمط حياتها صعب، بتبقى صعبة، فما ساعتها ما بنتكلمش معاه. اول ما يبتدي يخش في يقرب من العشر سنين وتبان ملامح اذا كان ده هنقدر يعني يكمل او لا، لان خلي بال حضرتك ان ما بيكملش في المستوى الثاني او الاول اكتر من 10% من اللي بيبتدوا، وما بيوصلش يلعب في المستوى الاول الا اقل من 5% من اللي ابتدوا، ففي 90% او 95% في السكه بيروحوا، فعلى هو بقى على حسب التزامه في النمط الغذائي في النوم في الكلام ده بيكمل او لا. يعني اللي بيكمل 5% دول بيبقوا حياتهم في منتهى القسوه. ايوه طبعا. طيب عايزين كمان نتكلم عن موقع المنتخب المصري ووسط يعني وسط المنتخبات الافريقيه للجمباز. احنا عدينا المرحله دي من 3 4 سنين، احنا مسيطرين على افريقيا فريق اول وناشئين ولاد وبنات في الفني وفي الايقاع الجمباز، بس عايز اوضح لحضرتك حاجه، هو كذا فرع، فيهم فروع اولمبيه وفيهم فروع لسه. الفروع الاولمبيه بتاعته اللي هي الفني بنات وولاد، والايقاعي وده طبعا بنات، وده البنات قوي بتحبه علشان خاطر الشو، والترامبولين، وفي ايروبيك، وده ممكن اللعيبه بيبقى اسهل شويه من الفني، اصعبهم الفني، ابو الجمباز هو الجمباز الفني. اللعيب اللي ما بيقدرش يكمل فيه بيبقى وعايز يكمل في اللعبه وحاببها، لان زي ما قلت لحضرتك في 5% بس هم اللي هيوصلوا هنا، وبتبقى حياتهم فيها قسوه من الاصابات و و الا ان بيروح الايروبيك، او الايروبيك كمان من الفروع اللي هي ممكن اللعيب يبتدي فيها متاخر، يعني ممكن اللعيب يبتدي فيها 5 و6 سنين و7 سنين لان هو صعوباته اقل. وفي الباركور، وده حاجه جديده يعني الشباب بيحبها تريندي في العالم كله، يعني دي فروع الجمباز. فاحنا في المنتخبات احنا ابطال افريقيا في كل فرع من الفروع، سواء في الفردي العام او في الناشئين او في الكبار طبعا. طيب كفرق. ازاي بقى اتطورت رياضه الجمباز في افريقيا اصلا؟ اتطورت ازاي؟ الاتحاد الافريقي كان موجود في الجزائر لمده 30 سنه لغايه ما الدكتور ايهاب امين اللي هو رئيس الاتحاد المصري واتحاد رئيس الاتحاد الافريقي وعضو المكتب التنفيذي النهارده، هو رئيس الاتحاد الافريقي بقاله 4 سنين. والحقيقه شرفت باختياره ليا كرئيس لجنه التسويق في الاتحاد الافريقي. افريقيا فيها حوالي 10 دول لعبوا جمباز، يعني بيبتدوا يلعبوا بعد ما اخر 5 سنين ابتدت نتيجه علاقات الدكتور ايهاب بالشركات اللي الجمباز لعبه من العاب الصالات، وبالتالي هي تكلفتها عاليه لان معناها في مبنى وفي اجهزه، فمش كل الدول عندها الملاءه ان هي تلعبه، هو لعبه غاليه. وبالتالي كان هو يعني عمل كونكشنز كتيره مع الشركات اللي بتورد الاجهزه، وابتدى يدوا تبرعات للدول عشان تبتدي في افريقيا. لكن كانت المنافسه في افريقيا محصوره ما بين دول شمال افريقيا بس، وفي بعض المراكز موجوده في الايقاعي من طبعا جنوب افريقيا، وبعض المراكز في الايقاعي كمان ممكن تخش فيها زي انجولا او نيجيريا او
طيب عايزين برضو نعرف الدول المشاركة في اللي شاركت في البطولة الأفريقية. شوفي حضرتك احنا بنتكلم على انهي فرع؟ بنتكلم بص حضرتك احنا البطولة الأفريقية في عندي بطولة اتلعبت في رواندا كيجالي، دي بتاعة الإيقاعي، ودي تأهل منها واحد عالية صالح للأولمبيكس وتأهل، والفرق في كل ما بتأهلش من أفريقيا، الفرق بتتأهل من الرانك العالمي من بطولات العالم، ولازم تخش من أول 12 في العالم، وده مسألة يعني صعبة عشان الفرقة تتأهل، لكن بنتأهل في الفردي. فتأهلت عليا صالح من البطولة دي، والبطولة بتاعت الفني اللي لسه خلصانة في المغرب دول كانوا 10 دول، وتأهل فيها طبعا، وده مش غريب عليه يعني، هو ولد ملتزم وراجل يعني، عمر العربي عن الفردي العام في الفني ولاد. والحقيقة وجانا هاني تأهلت على البنات. ما احنا عايزين نعرف يعني الأسماء المصرية اللي فعلا وصلت للعالمية في الجمبوز العالمية ولا باريس؟ أو باريس أصل ماشي. أصل لو هنتكلم في العالمية يعني عايزين نعرف الأسماء الجمباز دي تاريخ في مصر يعني، مش يعني أهم الأسماء اللي فعلا كانت بارزة. احنا 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 اتأهل عندنا منتخب الإيقاعي الجماعي. كويس؟ وتأهل عندنا في الفردي الإيقاعي علي صالح. وده اللي اتأهل باريس. وتأهل عندنا في الفردي الولاد عمر العربي. وتأهل عندنا في الفردي البنات جنى محمود هاني او جنى محمود او جنى هاني. احنا دلوقتي بنتكلم على 6 و2 تأهلوا، يبقى احنا بنتكلم على 8 كراسي لغايه النهارده. في كرسي فاضل لسه النهارده البعثه بتاعته مسافره تونس علشان في الترامبولين. يا ولد يا بنت هيتأهلوا. الترامبولين لعبه من الالعاب الجديده اللي داخله اولمبي، فبالتالي ما بيتأهلش منها غير ولد او بنت عن القاره كلها، وبتتحسب ارقام وطبقا لبطولات العالم. لسه ما نعرفش يعني، وده في منافسه شديده لان في مشكله في افريقيا بتنحصر ما بين مصر والجزائر، ان كتير من لعيبه الجزائر هي لعيبه اصلا في فرنسا. اصلا هي يعني اوروبيين فرنساوي وبيتعلمين يعني هم عايشين هناك. فبالتالي بيحتكوا احتكاك مختلف عن افريقيا فان احنا ناخد منهم كراسي في الفردي العام دي بتبقى حاجه كويسه، دي حاجه قويه قويه جدا. طب طيب اكيد في اسماء على مر العصور كده في رياضه الجمباز في مصر، اسماء وصلت للعالميه او اسماء بارزه يعني اسماء عملت حاجه طبعا. فممكن نذكرهم؟ انا يعني لا هنسى كده ممكن يعني، لكن انا اذكر طيب اخر يعني اخر ناس يعني في الوقت بتاعي، لان اول من علق في بطولات عالم. بص عليك انا عشان حضرتك اوضح حضرتك، الجمباز ليه رانكس كده في البطولات بتاعه، ومصر دخلت فيه على فكره، ودي مساله كبيره ان مصر تنظم بطوله عالم، او قبلها كان كاس عالم التعدي وكاس عالم، دي مساله عشان تاخدي لايسنس من الاتحاد الدولي، دي كانت حاجه كبيره قوي يعني، وكانت طبعاً حدث في العالم كله. وبتعمل كل سنه على فكره. ال في علي ابو القاسم ده كان في جهاز الحلق، وده كذا بقى ميدالية يعني، ذهب في باريس من 4 سنين، فضة في المجر من 4 سنين في بطولات عالم، ودي مسألة كبيرة يعني. طبعا في نانسي طمان في البنات، في هو بيلعب حلق. في نانسي طمان بتلعب، كانت حصان قفز، دي برضو نانسي تالت عالم قبل كده. وفي الميدالية، وفي يحيى زكريا، لا في ناس عندنا أبطال يعني وصلوا طبعا للعالمية وأسماء. طيب أنا برضو عايز أسأل حضرتك سؤال، مين بيتفوق على الآخر في الرياضة دي، النساء أم الرجال؟ بتفوق عليه أصل ده يعني، بتفوق عليهم في مصر انهي افضل بالنسبه ترتيبنا في العالم يعني؟ للرياضه نفسها مين بيتفوق اكثر يعني، معظم او اكثر البطولات اللي اتاخدت واكثر الناس اللي كسبت كان من النساء ولا الرجال عالميا، حتى مش شرط في مصر، مش شرط في افريقيا او في مصر،
عامه الرياضه انا هقولها لك بشكل يعني عشان نحدد السؤال وانا ابقى سهل عليا جاوب. البنات لما بتلعب اللعبه دي بتبقى شوي قوي خلاص، والناس تحب تتفرج عليهم. الصعوبات في الولاد طبعا قاتله، بتبقى يعني للجزء التكنيكال، ودي ما بيفهمهاش الجمهور، بيفهمها بس هي لعبه صعبه لان الفروق العشريه فيها ما بتبانش، فالناس بتقيم. فاكثر الالعاب دي شعبيه في العالم، الناس تحب تتفرج عليها لو هتتحط في الاولمبيكس اكيد الايقاعي. ليه؟ لان هو اقرب للفن، هو اسمه حتى ايقاعي ريتمك. كويس، اقرب للفن من الحركات الصعبه بتاعت الفني. هو صعب، انا ما بقولش هو مش صعب، هو صعب طبعا خلاص، بس شوي قوي خلاص. فلو انت بتتكلمي از ماركتنج يعني لا، هي طبعا الايقاعي في حته ثانيه. وعندنا كمان ميزه بقى في الايقاعي، اختي نهى عبد الوهاب عضو مجلس اداره الاتحاد، دي رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي، دي حاجه يعني مش قليله يعني طبعا. يعني زي الفيفا كده يعني، لما يبقى فيها مثلا حد في المكتب التنفيذي حاجه كبيره، وخدتها من الروسيه والروس محتكرين فكره الايقاع طبعا، الروس واخواته يعني دي عنصريه. اللعبه دي في 16 دوله هم الكراسي بتتبدل بينهم، فانها مصريه تخش هي بصراحه هي احنا بنعتبرها واجهه مشرفه لينا طبعا. طيب حضرتك برضو ذكرت من شوية ان في اصابات بتبقى خطيرة وصعبة في رياضة الجمباز، زي ايه مثلا؟ ايه مفيش لعيب جمباز ما تصابش. طب ايه الاصابات اللي ممكن بتحصل برضو؟ هي على حسب نوع الجهاز اللي بيلعبه، يعني لو هو في بنتكلم مثلا، بس ده ما بيحصلش في يعني للصغيرين؟ يحصل بقى اول ما نبتدي نتكلم بعد العشر سنين، ونبتدي بقى نخش في ان احنا بنتمرن 4 ساعات في اليوم او 3 ساعات في اليوم، كل يوم بتاع، بيحصل اجهاد على العضل نفسه، على العضل والعظم، ويحصل مشكله في الاربطه، ممكن تمزقات. معقوله؟ ممكن نتيجه التمرين الغلط، لان عشان كده بقول لك لعبه الجمباز لعبه النادي او واحنا عندنا مشكله بقى في مصر في القصه دي كبيره، يعني النادي اللي ما عندوش عوامل الامان اللي يلعب لعبه الفني افضل له ما يلعبهاش، لانه بيعرض حياه والفني والترامبولين تحديدا، لانه بيعرض ناس كتيره لمشاكل نتيجه سوء ادارته هو، وده عندنا حالات كتيره في ده، وعندنا انديه مش قادره تعمل ريهابليتيشن للملاعب بتاعتها لان طبعا التكلفه كبيرة زيادة يعني. طب حضرتك لو عايز تقدم نصيحة مهمة لأي حد بيبتدي يلعب جمباز أو عايز يتقن اللعبة دي، ممكن إيه النقطة المهمة اللي ممكن تقدمها له نصيحة يعني؟ ما تضغطش على الولد أو البنت. ما إيه؟ تضغطش على الولد أو البنت. ما نضغطش عليهم، لأن هو أو هي لو تقبلت اللعبة هي اللي هتشدك للتمرين، لو رفضت اللعبة لعبها لغايه او لعبه لغايه 6 7 10 سنين، لغايه اول ما تخش في التنافسيه العاليه دي خلاص، وشوف هي اللعبه اللي بتحبها ايه. اللعبه انت بتتكلمي عن اللعبه، اللعيب بتاعها بيلعب ضد الجاذبيه الارضيه، فلازم يكون متقبل خلاص. لعبه صعبه، العلم فيها مهم صحيح، والاتحاد بتاعنا الحقيقه يعني في 3 دكاتره متخصصين في اللعبه دي، فبالتالي يعني اذا كان ليا ان انا اذكر بقى زمايلي يعني اللي هم اصحاب الطفره اللي موجوده في الجمباز حاليا، طبعا الدكتور ايهاب رئيس الاتحاد امين، ورئيس الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي، المهندس احمد طلعت نائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد المصري، ياسمين، سمير، عضو مجلس اداره ورئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي في الايقاعي، طبعا نهى عضو مجلس عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي وعضو مجلس اداره بمنصبها الدولي، نهى عبد الوهاب، دكتوره لاميا علي متخصصه في الجمباز. عندنا يعني كوادر مهمه طبعا، احنا بنقدم لهم تحيه من عشان ما ننساش حد بقى. صباح الورد طبعا، واتفضل المهندسه هبه والدكتور علاء حامد،
وطبعا اخويا الحميد وليد شوقي جهاز الرد العسكري. احنا تشرفنا بوجود حضرتك جدا معانا النهارده، واستفدنا من حضرتك المهندس وائل السرنجاوي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجمباز، شكرا لحضرتك جدا نورتنا. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، انتظرونا في فقرتنا الثانيه والاخيره.